بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم الاستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو ال 34 من سلسله شرح برنامج المايكروسوفت وورد، وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم تكبير وتصغير العرض او الزوم من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب. دلوقتي عشان تستخدم خصائص التكبير والتصغير لواجهه البرنامج او ما يعرف بالزوم، تقدر بانك تعمل الكلام ده عن طريق 3 حاجات. الحاجة الأولانية بأنه من خلال واجهة البرنامج هتلاقي مساحة الزوم هنا، تقدر بأنك تكبر العرض زي ما أنت عايز أو تصغر العرض على سبيل المثال زي ما احنا شايفين، سواء هتضغط على علامة الزائد أو الناقص، أو هتقدر أنك تسحب للرقم اللي أنت شايفه مناسب، أو تقدر بأنك تضغط على مساحة التكبير وتتحكم فيها عن طريق أنك تختار حاجة مناسبة أو أنك تكتب له مقاس معين فهو هيتحول إليه يدوي. ديت الطريقة الأولى لتكبير وتصغير الشاشة. طيب، الطريقة التانية لتكبير وتصغير مساحة العمل، تقدر بأنك تضغط كنترول مع البكرة اللي موجودة عندك في الماوس، فهتقدر بأنك تكبر أو تصغر على حسب الشكل اللي أنت عايزه والمقاس اللي أنت عايزه. وديت الطريقة اللي أنا بفضلها لأنها أكثر سلاسة وموفرة في الوقت. طيب، بالنسبة للطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة عن طريق القوائم، تقدر بأنك تدخل عن طريق قائمة فيو، هتلاقي عندك زوم أو الخيارات الخاصة بالزوم، تقدر بأنك تختار الاختيار ده فيعمل لك عرض الصفحة المفروض قدامك. تقدر بأنك تختار له اختيار 100% بحيث بأنك تشوف المقاس الطبيعي لورقة الـ A4 على سبيل المثال اللي انا بستخدم حجمها في التصميم في الملف الحالي. تقدر بانك تعمل one page فتقدر انك تشوف الصفحة كاملة في حالة لو انت عايز تشوف هل في تنسيقات خرجت بره الصفحة ولا لا. تقدر بانك تعمل مجموعة صفحات في حالة لو كان الملف بتاعك مثلا يحتوي مجموعة صفحات، بحيث بانك تقدر توفر في الوقت وانك تتأكد من الملف قبل الطباعة، فتقدر تستخدم الخاصية دي. ولكن الخاصية دي مش هتقدر تستخدمها في العمل، ولا تقدر تستخدم الخاصية دي في العمل، فدايما أنصح بأنك تستخدم عرض الشاشة أو أنك تستخدم الزوم للشكل المناسب اللي أنت شايفه. تبدأ بأنك تدخل الرقم اللي أنت عايزه عن طريق الضغط على كلمة زوم وتدخل الرقم المناسب زي ما احنا ما عملنا من شوية. على سبيل المثال أنا هعمل مثلا 130، فهكبر مساحة العمل للمساحة اللي أنا عايزها. ديت كل الطرق الممكنة لتكبير وتصغير الشاشة. بكده نكون خلصنا الفيديو ده. بنشكر حضراتكم وبنتمنى للجميع كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.